مش تالا. اليوم رح نسوي بسبوسة، بسبوسة ماما بإيد تالا. السكر اليوم بحبه كتير. هلا بدنا نحط، ما بعرف شو هاد، بس بدنا نحط ملح. اوكي بدنا نحط اللبن الزبادي. توف توف توف. حليب حليب حليب. توف الزيت. ترارن ترارتا. هلا عادي تمسكي فوتوتي جو. او ماي جاش. هلا بدنا نخلطهم كلهم مع بعض. اوكي خلصتي؟ يس. هلا بدنا نزين باللوز، بعدين لما نخلص بدنا نحطه بالفرن. هلا بدنا نحط البسبوسة بالفرن عشان تستوي. وحياتي ما حدا بقى يزعله. يلا ماما خلصت البسبوسة، يلا كتير متحمسة ازينها لبابا. يوم انا حقطعها. اوكي بحب استعمل قشطة بوك مع البسبوسة لانها بتعطي طعم كتير طيبة، وزي ما انتم عارفين اذا كان الطعم زاكي الشكل ما حيفرق كتير. هلا مع اللمسة الاخيرة. يوم بسبوسة ماما بايدين تالا. كتير طيب. مع قشطة بوك اي حدا بيقدر يسوي حلويات لذيذة، حتى انا. صحة وهلا.